عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الجاتو البسيط دوت، تقدر تقول عليه جاتو كيك طبقات زي ما يعجبك، معمول من كيك ما كانتش صالحة خالص للاستخدام الآدمي، كيك اسفنجية بسيط عندي عملنا منها الكمية دي. تعالوا نشوف بقى الخطوات والطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض فكرة ازاي تعيدي استخدام الكيكة اللي طلعت معاكي مش مظبوطة. دي كيكة اسفنجية، المفروض ان هي اسفنجية بس طلعت خشبية. كانت عبوة جاهزة، يعني يدوبك بضيف لها البيض والمية بس، طلعت من جوة طرية جدا، كويسة معقولة يعني نسبيا، لكن من هنا ومن هنا خشبية بشكل غير عادي. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة هنعملها ان انا هاخد القلب بتاع الكيكه دوت، هحطه في طاجن او في بايركس او في علب اي حاجه يعني لوحده، هفتفته قطع صغيره خالص وهنشوف هنعمل معاه ايه. الخطوه ديت هنحتاج فيها الفتات بتاع الكيكه، سواء كيكه بايته او كيكه انت هتعيدي استخدامها تاني، وهنحتاج معاه كميه لبن مناسبه. يعني ايه كميه لبن مناسبه؟ يعني هتاخد من ربع لنص كوبايه للحجم زي دوت، لغايه كوبايه لو حجم دبل قدها مرتين، ومعاه الطعم اللي انت تحبيه. ممكن تحطي كاكاو، ممكن تحطي نسكافيه، ممكن تسيبيها ساده، ممكن تحطي عليها قرفه، حسب الطعم او النكهه اللي انت تحبي تضيفيها تعزز طعم الكيكه بتاعتك. بما ان دي بالشوكولاته فانا هحط برضو معاها كاكاو. فالخطوه الاولانيه ليا ان انا هفتفت الكميه بتاعت الكيكه ديت، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. انا محتاجه القلب بس، فبالسكينه هبدا انزل اللي جوه، وهي القشره اللي من بره لوحدها فعلا ناشفه فمش هتنزل معايا. خلص الكميه بقى بتاعتي كلها كده بالراحه، حسبي لو الكيكه اللي معاكي طلعت زي بتاعتي كده ناشفه من بره ومن جوه، من بره اقصد ومن القاع بتاعها، ما تحطيش الجزء ده خالص عشان هيبقى ناشف وهيدي طعم مش حلو خالص. بصي هو طالع لوحده ناشف ازاي، ده هيبقى مش لذيذ معاها خالص. ولا طبعا الجزء ده ولا ده كمان كده لغايه ما تخلصي الكميه اللي معاكي كلها. خلاص الاجزاء اللي انا مش هستخدمها لما تيجي تتخلصي منها ما تحطهاش في سله الزباله عزكم الله، لا خليها في كيس لوحدها معاهم، تمام؟ عشان دي تعتبر من النعم، وشرعا حرام ان انت ترمي الاكل في الزباله، ده ممكن ان حد يستخدمه، ممكن حد عنده طيور او كده، او في حتى حيوانات بتاكل من الزباله عزكم الله، فيبقى دوت كده حافظنا على نعمه ربنا، تمام. الجزء بقى اللي باقي ده معانا زي ما اتفقنا هنعزز بقى الطعم بتاع اللبن. انا هاخد نص كوبايه بس لبن اهي، وهعزز الطعم بتاعها بمعلقه كاكاو. الكاكاو كل ما كان خام نوعه كويس وكل ما كانت جودته كويسه كل ما هيديكي نتيجه احسن. انا هاخد معلقه، نص معلقه كده كاكاو، واحط معاها معلقه سكر، وهقلبهم. انا فتفت الكيكه كده خلاص اهي، وقلبت اللبن مع الكاكاو والسكر. ممكن تنزليه بمصفى وممكن تنزليه كده، انا هنزله كده لان في كل الاحوال احنا هنقلبه تاني مع بعضه. لبن ما يبقاش كميه كتير، يبقى الكيك بتاعك بايش فيها وما تبقاش قليله، عشان تديها برضو تقدر ان هي تكون متماسكه معاها. طيب دلوقتي بقى انت هتعمليه في ايه؟ عندك كذا اختيار، ممكن تعمليه في صينيه بايركس او صينيه مثلا زي ديت اللي معايا صيني، ممكن تعمليه في قوالب صغيره، ممكن تعمليه في طواجن صغيره. انا هعمله في اطباق ازاز زي كده صغيره هتحط في الثلاجه، وميزه الطبق الصغير ان هو هيديني فرصه ان كل طفل هياخد الطبق بتاعه، وكمان هقدر اغطيه. الاطباق ديت ليها غطا فانا كده ايه هحافظ عليها، وهقدر احط اكتر من طبق فوق بعض. العلب دي رخيصه ومتوفره وسهله جدا يعني في الاستخدام، وسهله ان انت تستخدميها اكتر من مره، ثمنها تقريبا نص جنيه حاجه زي كده، ده انا كمان مش جايباهم جمله. برضو ينفعوا لو في مناسبه في رمضان، في عيد ميلاد ولا كده، هتبقى كل واحده لوحدها. نفرغ بقى، هاخدها ونعمل من هنا ومن هنا، ناخد واحده. بسم الله،
تساويها كويس، بغطي عليها حلو من تحت عشان تكون متماسكة أشبه بالتشيز كيك، لكن طبعا ديت مش تشيز كيك. تحطي سمك قد ايه حاجة ترجع ليكي انتي. انا بالنسبة لي السمك ده كده، السمك ده كده كويس. هحط كمان في الطبق علبة كمان. نزلت العلب بقى كمان، لو ممكن الاولاد ياخدوا منها في المدرسة مش هتفرق، لان هي مقفولة وبتتقفل باحكام، ممكن تدي منها لحد من الجيران، طب ممكن تاخديها في مشوار زي الجنينة كده ولا فوق، هتبقى تحلية كويسة، حاجة لطيفة. قبل ما نخلص بقى الخطوات التانية هقفلها. حط دلوقتي بقى في البايركس كمان. كده خلاص عملنا علبتين وكمان اتنين طبقين غير البايركس من نفس الكمية دي، هحطهم في التلاجة ونكمل الخطوات بتاعتنا. اول طبقة من طبقات التغطية هتكون صوص الشوكولاتة. الطبيعي ان صوص الشوكولاتة بيتعمل مقادير متساوية من السكر والزيت واللبن، وبنحط نص المقدار كاكاو خام. تمام، احنا هنعمله بشكل مختلف. احنا هناخد كوباية لبن عشان انا عايزه الطعم يكون سخي اكتر، هاخد كوبايه واحده بس لبن ومعاها مكعب شوكولاته خام، نص مكعب صراحه هو نص مكعب، وهحطها على نار هاديه جدا جدا ادوبها. في الوقت دوت بقى هجيب الخلاط بتاعي او المضرب وهمزج السكر مع الزيت. الزيت دوت اقل من نص كوبايه سكر، لان انا هحط مكعب زبده كمان ومعاهم الكاكاو الخام. انا هستخدم المضرب لان في كل الاحوال هحتاج المضرب معايا مع الكريمة. احط السكر والزيت، اضربهم كويس مع بعض. بسم الله. معلقتين كاكاو خام، كده القوام بتاع صوص الشوكولاتة من غير ما نكون زودنا عليه الخطوة بتاعت الشوكولاتة الخام مع اللبن. احنا هنزود بقى عليه الشوكولاتة الخام مع اللبن عشان يديني صوص غني اكتر وطعم الشوكولاتة باين فيه اكتر. ده كده السوق اللبن مع الشوكولاته الخام اللي دوبناها. هنزل عليه بقى صوص الشوكولاته اللي احنا كنا عاملينه مع بعض دلوقتي. مش محتاجه ان انا ارفعه تاني على النار، يعني مش هرفعه على النار وقت طويل، هي دقيقة واحدة بس هيغلي فيها. وهنضيف معاه جزء صغير قوي حوالي نص معلقة من الزبدة عشان تديني اللون الشايني دوت اللامع الجميل.
الطبقة التانية هتكون الكريم شانتيه. هنحتاج حوالي كوباية الا ربع مية متلجة، لازم تكون متلجة او مي او لبن متلج. هنعمله برضو بالشوكولاتة، بس الاول هناخد معلقتين كبار كريم شانتيه. ده كريم شانتيه خام، وهحتاج معاهم معلقة واحدة مش مليانة كمان من بودرة الكاكاو الخام، وهنضربهم بالمضرب لغاية ما نحصل على القوام المناسب. جهزنا الكريمة خلاص، ضربت هي القوام بتاعها ما شاء الله كويس، وكمان الصوص بتاع الشوكولاتة شايني والقوام بتاعه جميل جدا. ممكن تزودي بقى الكثافة بتاعة القوام زي ما تحبي، لانا بشوكليت شيبس، بقطعة شوكولاتة خام، بشوكولاتة عادية. لو مش موجود ده ولا ده، ممكن تحطي معلقة نشا صغيرة وتدوبيها بمية. دلوقتي هنحط بقى على الأطباق معلقة، دلوقتي هنحط معلقة كده، وبعد كده هنسويها بقى ونجملها بشكل مناسب. انا هنا كمان حتى حطيت في برطمان، قلت نجربه يبقى شكله شيك كده وجميل. وطبعا للصينية كمان. الطبقة التالتة بقى بتاعت صوص الشوكولاتة، بسم الله. طبعا دي لسه لما تخش التلاجة كمان الصوص دوت هيكون مكثف عليها اكتر. بقى في الصينية عشان تغطي كل الأجزاء بتاعتها كده، بطبق كمان لو في جزء مش متغطي. تعالى أي زيادات بقى نمسحها بالمنديل كده عشان يبقى شكلها لطيف. الصينية ممكن نعمل معاها شكل كده، هو مش هيبان قوي عشان الصوص، بس هيبقى شكلها مختلف شوية لحد ما. طيب دلوقتي هنزينها بقى، والتاتش النهائي بايه؟ في الشوكليت كريسب، دي حاجة لطيفة قوي وظريفة، الولاد بيحبوها. طب انا هبدا بالاطباق بتاعه الولاد. وفي كمان فارماسيل لونه جميل ومبهج. وفي البونبون، اعتقد البونبون ممكن يبقى محتاج الصوص يكون اتقل شوية. برطمان بقى هنحط فيه فارماسيل الاول، بعد كده تشوف كم اغنيه. كده خلصنا. عن تحلية سريعة، مش سريعة قوي بس تحلية كويسة، من حاجة ما كنتش فعلا هستخدمها، ما كانش حد هياكلها وما كلفتناش كتير. ميزة العلب هتغطيها بقى وهتشيليها في التلاجة براحتك فوق بعضها، مش هيحصل لها حاجة، سواء العلب ديت او العلب البلاستيك. البرطمان نفس الحكاية، ليه الغطاء بتاعه. خلاص كده بسرعة، حاجة جميلة ولطيفة ومختلفة، واستفدتي من منتج ما كانش له اي 30 لازمة. اتمنى ان انتوا تجربوها.
تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. استودعكم الله. متنسوش تعملوا القناة بلايك وسبسكرايب وشير عشان تكونوا شركاء معانا في الخير. الدلع على الخير كفاعله. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. كنت معاكم مروة حماد ونادي كل الستات. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. متنسوش تدعموا القناة.